وصل لنا ألبسة، ألبسة أطفال، نساء، كله بيجامات، جلابيات، عبي، كله من قصة هون بياخدوا خوات الخياطات وبيخيطوا. القماش اللي عم نخيطه نوعيته كتير كويسة. هربت من تحت الضرب من سوريا، جيت لهون ما في عنا لا بيت ولا عنا شي ولا هذا. التقيت في هالمشغل والأخوات هون، اشتغلت عندهم لكرمال قديم لبيتي وما احتاج أي إنسان. عم نشتغل بلعزتنا وشرفنا وكرامتنا، هي أهم شيء.